والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. تحية طيبة لكل متتبعي قناة تربية الدواجن، مرحبا بكم جميعا إخواني الكرام. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى سنتحدث عن بعض الأسئلة أو سنجيب عن بعض الأسئلة التي يسألها الإخوان الكرام والتي دائما تدور حول ما هي أسباب انخفاض إنتاج البيض عند الدجاج. فهناك عدة نقاط وعدة أمور بسيطة وسهلة جدا، طبعا المربين هم الذين يعرفونها وعلى دراية بها. فكما عودناكم في هذه القناة، قناة تربية الدواجن، يعني بالاختصار والفائدة وخير الكلام ما قل ودل كما قيل، لهذا ستكون حلقتنا مختصرة ومفيدة بإذن الله تعالى. فيوجد العديد من العوامل التي تؤثر بصورة سلبية على إنتاج البيض عند الدجاج، وقد تؤدي إلى توقف فجائي في إنتاج البيض. ولتحديد هذه العوامل يجب على المربي أولا وضع مذكرة أو جدول تضع فيه كل التواريخ المتعلقة بتربية القطيع، أولا من تاريخ وضع البيض تحت الدجاجة أو وضعه في فقاصة إلى خروجه وفقصه. ثم تبدأ مرحلة أخرى من اليوم الأول في حياة الصوص إلى إنتاجه لأول بيضة، ثم تبدأ مرحلة أخرى وهي العمر الذي ستعيشه الدجاجة حتى تكون على دراية، أنت أخي مربي، حتى تكون على دراية متى يصبح متوقفا لإنتاج البيض، وذلك كي يباع لحما. فكل عام تضع الدجاجة كمية معينة من البيض، وهناك بعض الدجاجات التي تستطيع الإنتاج لمدة 10 سنوات ولكنها ليست ظاهرة عامة، حيث أن معظم الدجاجات يمكنها الإنتاج لمدة ما بين 2 إلى 3 سنوات. وبالتالي فمن العوامل الهامة التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار هو عمر القطعان، ومن الضروري التعرف على سبب انخفاض الإنتاج، وهل هو نتيجة انخفاض العدد بسبب الوفاة أو قيام الدجاجات بأكل البيض حيث تعتبر من المشاكل الهامة في بعض القطعان، حيث ينخفض الإنتاج نتيجة أكل البيض وليس نتيجة انخفاض العدد. كما يجب التأكد من أن القطعان لا تقوم بإخفاء البيض أو قيام القوارض بأكل البيض. ويبدأ إنتاج البيض عند عمر مبكر نسبيا، يعني ما بين الأسبوع 16 إلى الأسبوع 18، ويفضل تأخيره إلى عمر 20 أسبوعا حيث يكتمل نضج قناة البيض. وإضافة للمعلومات، فالأنثى تنتج حوالي 160 إلى 200 بيضة في السنة، بينما ينتج الدجاج المهجن التجاري أو ما يعرف به الكروازي حوالي 300 إلى 320 بيضة تحت ظروف الرعاية المكثفة، يعني باستخدام بيوت التربية المكيفة والمغلقة. فكانت هذه هي مقدمة بعجالة قبل أن تقول أن الدجاج عندي نقص إنتاجه للبيض ولا أعرف سبب. إذن هذه هي الأسباب، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الأسباب كلها. إذن فهذه بعض النقاط المهمة كي تزيد من نسبة إنتاج البيض، إذ سنلخصها في عدة نقاط. يعني هذه هي الحلول: أولا استخدام علف الدجاج البياض من النوع الجيد، أي علف اشتريته لابد أن يكون من العلف من النوع الجيد، ومن هذا العلف الشعير والنخالة والذرة، لكن الذرة تعطيها لهم بنسبة أقل حتى لا يسمن، وأيضا تعطيهم النباتات والأعشاب والجزر، الجزر يجب أن يكون مفروما حتى يسهل على الدجاج تناوله. وثانيا التغذية يجب أن تكون من 90 إلى 100 غرام للدجاجة الواحدة يوميا. ثالثا امنع دخول الهواء البارد إليها، وهذا أيضا في الفصول الباردة طبعا
لأن البرودة تجبر الدجاج أن يحول العلف إلى طاقة تدفئة. رابعا، زيادة مدة الإضاءة بوضع إنارة ليلية في مسكن الدجاج لتصبح مدة الضوء 10 ساعات، يعني إضافة بعض الساعات في اليوم، لأن هذه العملية تجعل الدجاج يأكل كميات كبيرة من الطعام فتساعده على إنتاج البيض. خامسا، إضافة فيتامينات وأملاح لمدة 5 أيام شهريا في العلف أو الماء، وتستطيع الحصول على هذه الأملاح والفيتامينات عند أي صيدلية بيطرية. ومن هذه الأملاح أو الفيتامينات كالكالسيوم والفوسفور والبروتين إلى آخره، مع ملاحظة عدم الإكثار منها لأن زيادتها تضر بالدجاج. وسنتطرق بإذن الله تعالى في حلقات مقبلة للتعريف بهذه الأملاح والفيتامينات وأين سنجدها في المواد الطبيعية. سادسا، إضافة الحلبة إلى العلف لمدة 5 أيام شهريا، والكل يعرف الحلبة أو حبة الحلبة. وهناك أيضا أدوية لزيادة إنتاج البيض، وأنا لا أنصح بها ليس لضررها وإنما ليبقى ذلك طبيعيا، وهذا رأيي الشخصي وكل له رأيه ويحترم. وفي الختام، لا ننسى أن التغذية غير الملائمة من الأسباب الهامة التي تؤدي إلى حدوث انخفاض في الإنتاج، حيث تحتاج الدجاجات إلى علائق متزنة حتى تتمكن من الوصول إلى أعلى مستويات الإنتاج. وبالتالي يجب أن يتم عمل الخلطات الغذائية لتتلائم مع الاحتياجات الغذائية للدجاج، يعني كما ونوعا. هذا بالإضافة إلى نظافة المكان الذي يبيت فيه الدجاج ونظافة المسكن بصفة عامة وتعقيمه بين الفينة والأخرى. كانت هذه هي حلقتنا لهذا اليوم، فشكر الله لكم حسن متابعتكم ومشاهدتكم، وجزاكم الله عنا كل خير. ولا تنسوا إذا أعجبكم هذا المحتوى أن تضغطوا على زر الإعجاب وأن تشتركوا في القناة إذا لم تكونوا مشتركون. وصلى الله وسلم على رسولنا الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.